يبقى رقم 5. الغدد التناسلية. الغدد التناسلية ديت بنقسمها لنوعين يا مستر، في عندي نوعين، 2 من الغدد، في عندي الخصيتان دول عند الذكر، وفي عندي المبيضان ودول عند الأنثى. طيب الخصيتان قال لك مكانهم فين؟ قال لك دي بتوجدان داخل كيس الصفن. كيس الصفن ده موجود خارج تجويف الجسم، وده كنت انت خدته السنة اللي فاتت في درس التكاثر في الانسان. يبقى اذا الخصيتين دول مكانهم فين؟ بتوجد داخل كيس الصفن. موجودين الخصيتين دول جوه كيس اسمه كيس الصفن، ده كيس جلدي متدلي بين الفخذين، يوجد خارج تجويف الجسم. طيب واحنا قلنا الخصيتين لازم ان هم يبقى مكانهم خارج تجويف الجسم، عشان لازم درجة حرارتهم تبقى اقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين، والا لو دنهم جوه الجسم الشخص ده يصاب بالعقم. طيب عندك المبيضين مكانهم فين؟ قال لك يقعان على جانبي الجدار الخارجي للرحم. يبقى دول موجودين فين؟ على الجنبين بتوع الرحم، على جانبي الرحم. تمام. طيب دول موجودين في تجويف البطن من الناحية الظهرية، يبقى يقعان على جانبي الجدار الخارجي للرحم. طب أهمية الخصيتين دول ايه يا مستر؟ الخصيتين دول أهميتهم ايه؟ أهمية الخصيتان قال لك اول حاجه من اهميه الخصيتان افراز هرمون التستوستيرون. التستوستيرون احفظ اسم الهرمون ده، ده هرمون الذكوره، ده معروف عنه ان هو اسمه هرمون الذكوره. يبقى افراز هرمون الذكوره اللي هو اسمه ايه؟ اسمه هرمون التستوستيرون. هرمون ايه؟ التستوستيرون. طيب وظيفته ايه؟ قال لك ده اللي مسؤول عن، ده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الذكر، مش كده؟ يبقى ده اللي مسؤول ان هو يظهر الصفات الجنسية الثانوية في الذكر، ده اللي هو مظاهر البلوغ يعني في الذكور، اللي هي زي نمو شعر الشارب والوجه اللي هو اللحية، وعندك نمو شعر الإبط والعانة، خشونة الصوت عند الرجال. قال لك ده اللي بيعمل لك المظاهر الثانوية، مظاهر البلوغ يعني، قال لك ده اللي مسؤول عنه، ولذلك اللي عنده نقص في الافراز الهرمون ده ما بيبانش عليه مظاهر البلوغ دي. طيب يبقى تاني، يبقى انا عندي الخصيتان بتوجدان داخل كيس الصفن خارج تجويف الجسم، اهميتهم افراز هرمون التستوستيرون، وظيفته ايه الهرمون ده؟ ده بيظهر للصفات الجنسيه الثانويه في الذكور. طب عندك المبيضان قال لك اهميتهم ايه؟ اهميه المبيضان هنقول له افراز هرموني، دول بقى بيخرجوا هرمونين اتنين، هرموني الانوثه اللي هم مين؟ قال لك اول هرمون اسمه هرمون الاستروجين، والهرمون ده هو ده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الانثى. يبقى هو اللي مسؤول ان هو يظهر لي الصفات الجنسيه الثانويه في الانثى، اللي هي مظاهر البلوغ في الانثى، اللي هي نعومه الصوت ونمو الشعر الابط والعانه وغيرها من الصفات اللي هي في الاناث، اللي بتميز الاناث عن الذكور. طيب عندك كمان الهرمون الثاني عندنا، وهو هرمون البروجسترون، يعني اذا بيحفز نمو بطانه الرحم وبيساعد على استمرار الحمل، وبيساعد على استمرار الايه؟ الحمل. تاني يبقى انا عندي المبيضان يبقى وظيفتهم ان هم دول بيفرزوا هرموني موجودين على جانبي الرحم، وظيفتهم افراز هرموني الانوثه اللي هو اول هرمون عندي اسمه هرمون الاستروجين، والهرمون الثاني اسمه هرمون البروجسترون. هرمون الاستروجين ده بيظهر للصفات الجنسيه الثانويه في الانثى، اللي هي مظهر البلوغ عند الاناث. اما هرمون البروجسترون ده وظيفته بيحفز نمو بطانه الرحم، بيحفز نمو بطانه الايه؟ الرحم. طيب يبقى تلاقي دايما ان صوت المراه بيبقى احد من صوت الرجل،
تمام. ليه؟ لأن الأحبال الصوتية في الإناث بتبقى أعلى حدة من الأحبال الصوتية في الذكور، وده السبب في إيه؟ إن الهرمونات الجنسية في الذكور بتسبب زيادة سمك أو تخن الأحبال الصوتية، بتبقى الأحبال الصوتية عند الذكر بتبقى تخينة. ولذلك فإن الأحبال الصوتية الرفيعة عند المرأة بتهتز بسرعة أكبر من الأحبال الصوتية الغليظة عند الرجل، تمام كده؟ يبقى السبب في إن خشونة الصوت عند الرجل والمرأة صوت رفيع إن الحبل الصوتي عند المرأة بيبقى رفيع وبيبقى أكثر حد، أما عند الرجل بيبقى سميك وغليظ، فبالتالي سرعة اهتزاز الأحبال الصوتية عند المرأة أسرع أو أكبر من سرعتها عند الرجل، فبالتالي صوت المرأة حد من صوت الرجل، تمام؟ طيب تعالوا كده ناخد مراجعة سريعة على أهم إفرازات الغدد الصماء. عندك نبدأ بالغدة الصماء الأولى عندي اللي هي الغدة النخامية، كان أهم إفرازاتها كانت إيه؟ عندك هرمون النمو، وده اللي كان بينظم لي النمو العام للجسم من حيث نمو العضلات، نمو العظام، نمو أعضاء الجسم المختلفة. عندك كمان الهرمون التاني الهرمون المنشط للغدة الدرقية، وده اللي بينشط للغدة الدرقية عشان تفرز الهرمونين بتوعها اللي هو هرمون السيروكسين وهرمون الكالسيتونين. عندك الهرمون المنشط للغدتين الكظريتين عشان بتنشط الغدتين الكظريتين عشان يفرز هرمون الأدرينالين. عندك الهرمون المنشط للغدد الثدييه عشان تفرز اللبن أثناء عملية الرضاعة. الهرمون المنشط للغدد التناسلية عشان تنظم نمو وتطور الأعضاء التناسلية وعشان تنشط الغدد التناسلية لإفراز هرموناتها عند سن البلوغ. الهرمون المنظم لكمية الماء في الجسم والهرمون الميسر لعملية الولادة. دي كده كانت الهرمونات بتاعة الغدة النخامية. عندك بعد كده الهرمونات بتاعة الغدة الدرقية كانت بتفرز هرمونين، هرمون السيروكسين اللي هو الدرقين، وده بيلعب دور رئيسي في عملية التحول الغذائي بالجسم عن طريق إن هو بيطلق الطاقة اللازمة للجسم من الغذاء، ماشي. طيب عندك كمان هرمون الكالسيتونين، ده من اسمه كده كالسيتونين يعني جاي من كلمة كالسيوم يعني بيظبط لي مستوى الكالسيوم في الدم. عندك بعد كده الغدتان الكظريتان بيفرزوا هرمون اسمه الأدرينالين، ده هرمون البخ، قالك ده اللي بيحفز أعضاء الجسم المختلفة للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ زي الغضب زي الانفعال زي الخوف. عندك كمان غدة البنكرياس دي بتفرز هرمونين، هرمون الانسولين وهرمون الجلوكاجون. الانسولين بيخفض لمستوى سكر الجلوكوز في الدم والجلوكاجون بيرفع لمستوى سكر الجلوكوز في الدم. عندك الخصية بتفرز هرمون التستوستيرون، وده مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية في الذكر اللي هو مظهر البلوغ. وعندك غدة المبيض بتفرز هرمونين، هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون. الاستروجين ده مسؤول عن الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى اللي هي مظهر البلوغ في الإناث، والبروجسترون مسؤول عن نمو بطانة الرحم واستكمال الحمل. طيب عندك كمان الأمراض الناجمة عن الخلل الهرموني في جسم الإنسان. تعالوا كده نلخص الأمراض اللي بتنجم عن الخلل الهرموني. عندك مرض اسمه القزامة، لو نفتكره ده سببه إيه؟ كان أعراضه توقف نمو الجسم فيصبح الشخص قزما، سببه نقص إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة. مرض العملاقة، ده نمو مستمر في عظام الأطراف فيصبح الشخص عملاقا، وده سببه زيادة في إفراز هرمون النمو في فترة الطفولة. عندك الجوتر البسيط اللي هو التضخم البسيط، ده سببه نقص إفراز هرمون السيروكسين لقلة اليود بالطعام حيث يدخل في تركيب الهرمون. وعندك الوصف بتاعه بيبقى تضخم الغدة الدرقية والعنق. عندك الجوتر الجحوظي، ده تضخم الغدة الدرقية مصحوب بجحوظ العينين، مصحوب بسرعة بنقص في الوزن، مصحوب بسرعة في الانفعال، سببه زيادة إفراز هرمون السيروكسين بكميات كبيرة. عندك مرض البول السكري، كان أعراضه الشعور الشديد بالعطش. وعندك كمان تعدد مرات التبول، سببه عدم قدرة خلايا الجسم على استخدام سكر الجلوكوز نتيجة نقص إفراز الأنسولين، هرمون الأنسولين. طيب يلا كده نحل مع بعض التدريب ده مع بعض، الأداء ده مع بعض. يقول لي ادرس الشكل المقابل ثم أجب عما يأتي، مديني الشكل هو وعليه بيانات. بيقول لي رقم واحد استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. طيب الأرقام دي هنستبدلها بالبيانات. أول حاجة اللي في المخ دي مين؟ اللي هي بتقع أسفل المخ، ديت الغدة النخامية. رقم اتنين اللي في الرقبة هنا اللي هي بتكون منفصلين متصلين، ديت الغدة الدرقية. رقم تلاتة اللي فوق الكليتين دي اسمها الغدتان الكظريتان. رقم أربعة اللي بين المعدة وبين الأمعاء دي اسمها غدة البنكرياس. رقم خمسة دي الخصية. دي الخص. طيب عندي بعد كده رقم اتنين، اذكر الرقم الدال على الغدة التي واحد تفرز الهرمون المنشط للغدة خمسة،
ايه هي الغدة، الرقم بتاع الغدة اللي بتفرز الهرمون منشط الغدة؟ رقم 5. الغدة رقم 5 اللي هي الخصية. مين اللي بيفرز الهرمون اللي بينشط الخصية؟ طبعا هي رقم 1 اللي هي الغدة النخامية اللي بتفرز الهرمون المنشط للغدد التناسلية. رقم 2، تفرز هرمون يحفز أعضاء الجسم للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. الهرمون اللي بيحفز أعضاء الجسم للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ طبعا هما الغدتان القذريتان اللي هو رقم 3، دي بتفرز هرمون الأدرينالين. طب عندي بعد كده رقم جيم، تؤثر إفرازاتها على مستوى سكر الجلوكوز في الدم. الإفرازات بتاعتها بتأثر على مستوى سكر الجلوكوز في الدم، ده طبعا البنكرياس اللي هي رقم 4. ماشي، في واحد بيقلل سكر الدم اللي هو الأنسولين، وواحد بيرفع سكر الدم اللي هو الجلوكاجون. تمام، طيب نكمل مع بعض. طيب بناخد بعد كده بقى آخر جزء عندنا في الدرس، وهو تخليق هرمون النمو بالهندسة الوراثية. ازاي بقى نخلق هرمون النمو، او العلماء خلقوا هرمون النمو بالهندسة الوراثية؟ بما ان هرمون النمو ده يا مستر انت قلت ان هو مهم قوي، وان هو اللي بيسبب مرض القزامة عند بعض الافراد ومرض العملاقة، قال لك يبقى اذا هرمون النمو ده مهم. طب ازاي بقى يخلقوه؟ قال لك اكتشف العلماء ان سبب القزامة، عشان يعالجوا بقى مشكلة القزامة، اكتشف العلماء ان سبب مرض القزامة يرجع، احنا قلنا سبب القزامة بيرجع الى ايه؟ قال لك يرجع الى نقص في افراز الغدة النخامية لهرمون النمو. يبقى اذا سبب القزامة بيرجع الى عجز الغدة النخامية لدى هؤلاء الاقزام، لدى هؤلاء الاقزام عن افراز كميات مناسبة من هرمون النمو. يبقى السبب بتاع القزامة ان عجز الغدة النخامية عند هؤلاء الافراد ان هي تفرز كميات مناسبة من هرمون ايه؟ النمو. طب تاني حاجة قال لك في تجربة، عملوا كده تجربة العلماء ان هم يعالجوا الافراد اللي هم الاقزام دول. يبقى في تجربة لعلاج الاطفال الاقزام، تم حقنهم بهرمون النمو المستخلص من جثث الأشخاص حديثي الوفاة. جابوا الجثث بتاعت الأشخاص اللي لسه ميتين حديثا، وراحوا جايين مستخلصين منها هرمون النمو، وبدأوا يحقنوه في الأفراد الأقزام دول. طيب فلقوا إن هو بيدي استجابة حلوة للنمو بشكل طبيعي. يبقى لقوا استجابة خلاياهم للنمو بشكل ايه؟ طبيعي. يبقى وجدوا استجابة خلاياهم للنمو بشكل ايه؟ طبيعي. يبقى لما حقنوا، لما خدوا هرمون النمو من جثث الأشخاص حديثي الوفاة وحقنوه في الأشخاص اللي عندهم مرض القزامة ده، وجدوا ايه؟ قال لك وجدوا استجابة خلاياهم للنمو بشكل طبيعي. لو ان ايه خلاياهم بتستجيب للنمو بشكل ايه؟ طبيعي. طيب بعد كده قال لك بعد كده العلماء بقى بدأوا يبحثوا عن مصدر اخر لهرمون النمو. بدأ العلماء في البحث عن مصدر اخر لهرمون النمو بدلا من المستخلص من جثث الأشخاص حديثي الوفاة. بدأوا يبحثوا عن مصدر آخر لهرمون النمو بدل من اللي بيطلعوه من جثث الأشخاص اللي لسه ميتين. ليه؟ قال لك لأن ممكن الهرمون اللي طلع من جثث الأشخاص الميتين ده يكون فيه ميكروبات، الميكروبات دي تتنقل للشخص اللي اتحقن له الهرمون ده. تاني حاجة إن كمية الهرمون اللي طلع من جثث الكائنات دي، من جثث الاشخاص دي، ما بقاش كبير، يعني كميته قليله جدا. قال لك فعشان كده بداوا ان هم يبحثوا عن مصدر اخر. يبقى هنا لما يجي يقول لك لو قلب لك السؤال ده على ليه العلماء بحثوا عن مصدر اخر لهرمون النمو بدلا من المستخلص من جثث الاشخاص، هتقول له لضآلة كمية الهرمون
المستخلص بهذه الطريقة. تاني سبب كمان بالإضافة إلى احتمالية احتوائه على بعض الميكروبات التي قد تتسبب في الإصابة بأمراض متنوعة. بالإضافة لإيه؟ لبعض الميكروبات اللي ممكن تسبب للشخص ده أمراض إيه؟ أمراض متنوعة. طيب عندي كمان في عام 1979 نجح فريق من العلماء في إدخال الجين البشري الذي يحمل المعلومات الوراثية لتخليق هرمون النمو البشري. بدأوا يحقنوا فين؟ قالك بيحقنوا الجين ده في حمض نووي اللي هو الدي ان ايه لخلية بكتيريا. يبقى بدأوا يجيبوا الحمض النووي بتاع خلية بكتيريا ويحقنوا فيها الجين اللي مسؤول عن تخليق هرمون النمو البشري. ماشي؟ باستخدام تقنية الهندسة الوراثية. باستخدام تقنية الهندسة الايه؟ الوراثية. طيب النتائج اللي ترتبت على الكلام ده لما استخدموا الكلام ده، قالك ترتب على ذلك ايه بقى؟ قالك ترتب على الكلام ده هو تمكن العلماء من تخليق هرمون النمو البشري. قدروا ان هم يخلقوا هرمون النمو البشري معمليا بكميات وفيرة. يبقى قدروا ان هم يوفروا هرمون النمو البشري ده بكمية ايه؟ وفيرة. لما حقنوه في خلية بكتيريا قدروا ان هم يحصلوا على كمية وفيرة من هرمون النمو البشري دي معمليا. طيب لما حصلوا عليه قالك بعد الحصول على هذه الكميات من هذا الهرمون، لما حصلوا على هذه الكميات الكبيره من هذا الهرمون بقى عملوا ايه؟ تمت تنقيته واجريت عليه التجارب والابحاث التي اثبتت صلاحيته للاستخدام البشري سنة 1985. تمام كده؟ طيب يبقى تاني بالراحة كده في الجزئية دي، العلماء عشان يخلقوا هرمون النمو البشري عند الأشخاص اللي عندهم قزام، قال لك اكتشف العلماء ان سبب القزامة عند الأفراد اللي بيعانوا من مرض القزامة ده هو نقص في إفراز هرمون النمو. تمام كده؟ طيب قال لك عملوا تجربة كده ان هم يعالجوا الاطفال الاقزام دول، فراحوا جايبين ايه؟ بدأوا ان هم يستخلصوا الهرمون ده من جثث الاشخاص حديث الوفاة، الناس اللي بتموت جديد يروحوا جايين مستخلصين الهرمون ده من جسمه ويحقنوه في اجسام الافراد اللي عندهم مرض القزامة ده. لقوا ان الخلايا بتاعت الافراد دي لها استجابة لهرمون النمو ده وبدأوا ان هم فعلا جسمهم ينمو. طيب بعد كده العلماء بدأوا يفكروا بقى في طريقة تانية ان هم يستخلصوا بقى هرمون النمو بدلا من جثث الكائنات، بدلا من جثث الاشخاص حديث الوفاة. قال لك ليه؟ لان اولا كمية الهرمون اللي انا بجيبها من جثة الشخص اللي لسه ميت دي مش كبيرة. تاني سبب ان ممكن يكون الهرمون ده في قلبه ميكروبات جاي من جسم الشخص ده فتتنقل لجسم الشخص اللي انا هحقنه فيه، اللي انا هحقن فيه الهرمون ده فيصب الامراض. فقال لك نستبعد بقى الطريقة دي ونبدأ احنا نعمل تخليق لهذا الهرمون، تخليق بشر. فبدأوا فعلا في سنة 1979 ان هم يعملوا عملية تخليق بشري، ان هم ادخلوا الجين البشري اللي مسؤول عن تخليق هرمون النمو البشري حقنوه في خلية دي ان ايه اللي هو حمض نووي بتاع خلية بكتيريا، حقنوه في الحمض النووي بتاع خلية الايه البكتيريا. وباستخدام تقنية الهندسة الوراثية
حصلوا على ايه؟ قال لك تمكن العلماء من تخليق هرمون النمو البشري وبكميات وفيرة كمان، وبدأوا ان هم يحصلوا على بدأوا ان هم يعملوا تنقية لهذه الكميات، واجريت عليه التجارب والابحاث، وفعلا اثبتت فعاليته، اثبتت ان هو صالح للاستخدام البشري. الكلام ده سنة 1985. طيب بص معايا كده بالراحة، تعالوا كده نشوف الشكل ده برضه هيسهل علينا الكلام ده كتير. طيب بص معايا كده، ده كده خلية انسان، ودي كده خلية بكتيريا. عملنا ايه؟ قال لك خدنا من خلية الانسان فصلنا الجين اللي مسؤول عن تكوين او مسؤول عن تخليق هرمون النمو البشري، اهو فصلنا الجين اللي مسؤول عن تخليق هرمون النمو البشري من خلية الانسان، وفصلنا من البكتيريا الحمض النووي الدي ان ايه من خلية بكتيريا. هنحقن الجين اللي مسؤول عن تخليق الجين البشري في الانسان، هرمون النمو البشري في الانسان، هنحقنه في الدي ان ايه بتاع البكتيريا، اهو فحقناه فبقى جزء منه. طيب بعد كده هندخل الهرمون ده اهو في خلية الدي ان، وبعدين نحقنه تاني في خلية البكتيريا، هندخل الدي ان ده تاني في خلية البكتيريا، فهيبدأ ان هو ينمو جوه البكتيريا، فهيكون لي اهو بدأ يعمل لي عملية اكسار لهرمون النمو بالدي ان ايه بالهندسة الوراثية، عملية اكسار لهرمون النمو بالهندسة الوراثية. بعد كده خدنا الهرمون ده وبدأنا ننقيه، وبدأنا نعمله في علب أدوية هي بالشكل ده كده، أمبولات ماشي، وبدأ يتم استخدامه في عملية العلاج بتاعت المرضى اللي عندهم قزام، هي باستخدام إبر هيت أو حقن فيها الهرمون ده. تمام. طيب يبقى بالراحة خالص، يبقى هرمون النمو الجين اللي مسؤول عن تخليق هرمون النمو هنفصله من خلية إنسان، والدي إن إيه هنفصله من خلية بكتيريا. بعد كده هنحقن الاثنين، هنحقن الجين في الدي ان ايه، وبعدين ندخل الدي ان ايه كله في قلب خليه بكتيريا هيديني الهرمون، هبدا اعمل له عمليه تنقيه ويستخدم في علاج مرض القزام. طيب كده بنكون خلصنا الدرس بتاعنا، ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، هو درس طويل شويه وكده المنهج كله عموما خلص، فالدرس ده تحديدا عاوزكم تذاكروه وتراجعوا عليه مره واثنين وثلاثه، وبعدين تحلوا الاسئله بتاعته، لو اي سؤال وقف قدامكم ابعتوا لي في تعليق اسفل الفيديو. كده كل سنة وانتم طيبين، خلصنا منهجنا كاملا الحمد لله رب العالمين. فأرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ومن فضلكم ما تنسوش تضغطوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد نرفعه، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.